السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم قوس في برنامج الريفت ويكون مربوط ببرامتر. طيب لو انا قلت له نيو وقلت له انا عايز ارسم حاجه جنريك موديل، وبعد كده تقدر تعدلها وتحطها في اي كاتيجوري تاني من هنا فاهم الكاتيجوري. طيب دلوقتي عايز ارسم قوس، فاجي هنا في انوتيت واقول له سيمبل لاين، نقول له انا عايز ارسم القوس. تمام اهو من هنا مثلا لهنا، وهبدا ارسم بالشكل دوت. لو انا عملت سيلكت كده وادخل هنا في الخصائص الاقي سنتر مارك فيزبل، فده عشان يظهر لي السنتر مارك بتاعي بالشكل دوت. فتقدر تعمل الاين اي ال من الخط دوت وتختار محاذاه من هنا، وبرده عملت الخط ده كله عايز اعمل ايه محاذاه للجزء دوت. لو ركزت هتلاقي في سنتر لاين ده مرتبط بالقوس دوت. طيب انا هنا عندي في القوس دوت في عندي حاجتين، اللي هو النص قطر دوت اهوت، وعندي برضو دوت اللي هو طول او زاويه القوس دوت. طيب هنا هربطها ببارامتر مثلا ار، ودوت هربطه برضو ببارامتر وليكن مثلا ال. طيب في اي لحظه ممكن تيجي هنا، او حتى لما تحمل الملف تفعيل المشروع بدل 90 ديت ممكن تخليها مثلا 50، وبدل ال 1200 دي ممكن تخليها 800. اللي هيحصل المسافه هنا قلت اهيت، والطول بتاع القوس قل بقى 50. طيب لو خلناه 120 هتلاقيه بالشكل دوت معايا.